التمثيل فعلا زي ما قال ياسر ورزي، لازم تقروا كتير، لازم تثقفوا كتير، ده يثقلكم كمان كمواهب، والموهبة لوحدها لا تكفي، لازم تفضل تمرنها حتى لو ما فيش ممارسة عملية، مارس انت بشكل فردي مع نفسك، مارس واعمل كاركترات وجرب واخرج وادخل واتفرجوا على عروض مسرحية كتير طبعا وعلى أفلام كتير، ده كله بيعوض يعني. دي بتبقى اسمها الممارسة السلبية، ان انت حتى لو تمارست بشكل ايجابي ان انت مشارك في عمل انت بتتفرج فبتتثقف. فرجة مهمة طبعا الفرجة مش زي القراية كده بالظبط، الفرجة مهمة. في كتاب برضو مهم جدا لازم تقول اسمه اكرهوني، ده تأليف محمد غزي، من الكتب المهمة في تعليم ايه؟ ايه؟ في تعليم ايه؟ لا وفي كتاب مهم جدا اسمه احدفوني، احدفوني برضه محمد غزي برضه هو نفس المؤلف. تعليم الحب والفن وال 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 والإيثار، الشياكة والإيثار. اه طبعا. والآن أعزائي المشاهدين معكم الأستاذ أحمد بسيم وإعلان النتيجة النهائية، من سيفوز اليوم؟ هل هو عبد الرحمن موسى أم معاذ الكردي؟ هنعرف ده بعد وقت قليل جدا، يمكن دقيقه او دقيقتين، هنشوف مع بسيم هيقول ايه. اتفضل يا بسيم. اتفضل بس اتفضل ورينا هتعمل ايه. غزي 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 مركز معايا، عامل لي كام؟ يلا يا بسيم اعلن يا ابني. ما انا ما بحبش فكره ان انا العب باعصاب الناس. لا لا ليه ليه، ده بتبقى جميله والله. انا ما بحبش، انا بحبها. انت هتعمل فيها حنين، ما احنا عارفينك على ايه. يلا بسيم. لا هقول على طول عشان الموضوع ده بيتعبني نفسيا. ماشي قول على طول، قول على طول واملى لحد اخر الحلقه. اتفضل. خلاص نفضل قاعدين بقى لحد ما لسه ده صح. يلا تلت ساعه، احنا خلاص تلت ساعه. خلاص يا باسم قدامنا 2 مينتس والله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، كنتم مع برنامج وجه جديد مع المتسابق الجميل عبد الرحمن ومتسابق الجميل معاذ، اثنين أدوا أداء جميل ولا 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 أجمل ولا أروع على رأي الأستاذ محمد يونس، وإن شاء الله نشوفهم في أعمال معانا، والخسران عندنا كسبان وما فيش حد عندنا بيخسر. الفكرة كلها إنه برنامج وده ظروفه وفي في 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 هذا النطاق، ولكن اخلص يا بسيم. لا في تطور، في تطور. شارك الغزي في تطور في الملعب بجد. تل على كام؟ يلا يا بسيم، يلا بسيم، يلا بسيم، جه الوقت. خلاص بالله. الوجه جديد. ما شاء الله ده اللي فاز. طيب اللي فاز معانا النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى، مش معنى ذلك ان الشخص الاخر اخفق او حاجه، لا هي الفكره كلها ان ما حالفوش الحظ المرض ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الفائز هو معاذ الكردي. اوبا. او اللي فاز معاذ الكردي ما شاء الله، الف مبروك، الف مبروك يا معاذ. قالوا بقى نهني الناس يا جماعه. احسنت يا معاذ، احسنت عبد الرحمن، احسنت عبود، احسنت يا معاذ، الف مبروك، احسنت عبود، احسنت يا معاذ. راجل محترم ومؤدب والله العظيم.